اتفضلي دكتور مجدي، هل في تحاليل ممكن تبين لنا؟ بصي حضرتك، هو طبعا مهم جدا عشان التشخيص بتاع الام اس يبقى سليم ان يبقى الاعراض اللي موجوده عند المريض هي الاعراض المعروفه في مرض الام اس، لانه هناك اعراض شبيهه بمرض الام اس، مش الام اس. نمره واحد، يعني نبتدي بالحاله الاكلينيكيه. نمره اتنين، ان الرنين المغناطيسي ده اللي احنا بنستعمله دلوقتي في التشخيص، الام اس ده البؤر ليها اماكن مخصوصه وليها حجم مخصوص، والامراض المناعيه الاخرى اللي شبه الام اس يعني البؤر والحجم بيبقى مختلفين عن الام اس، ودي مهمه جدا لان اكبر خطا في تشخيص الام اس هو القراءة الخاطئة للرنين المغناطيسي. التشخيص السيء. فاحنا عايزين انا بس عايزه في تحاليل برضه، في تحاليل. تحاليل اللي هي بتاعت امراض المناعة اللي هي متعارضة او مختلفة عن الام اس، يعني في كم تحليل للامراض المناعية الشبيهة، دول بيتعملوا في الدم. طب احنا في طلب من كل اصدقائنا مرة تانية اللي اتفرجوا علينا، معلش هم طالبين اسامي حضراتكم مرة تانية والتخصصات، فاسمحوا لي ان انا سريعا اقول لكل مشاهدينا، احنا معانا على الهواء دكتور شيرين فواز، استاذ مساعد بقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتاهيل بكليه طب عين شمس، دكتور مجد فؤاد زكريا استاذ امراض المخ والاعصاب بكليه طب عين شمس، استاذ الدكتور هشام رامي استاذ الطب النفسي بجامعه عين شمس، دكتوره ايناس مجاور استاذ امراض البطنه والغدد الصماء والسكر بالقصر العيني. ده علشان حضراتكم تبقى دكتور في سؤال مهم جدا عايزين اجابه سريعه. اذا كان الشباب اكتر الناس اللي بيصابوا فيه، المفروض ان دي فتره المناعه القويه، ايه اللي بيخلي المناعه تتاثر في السن ده اللي المفروض تبقى مناعته يعني عظيمه؟ انا طبعا ده مش تخصصي، ده تخصص دكتور مجد اكتر مني، لكن ببساطه المرض ده ليس ضعف في المناعه. ده المرض ده جهاز المناعه بقى قوي قوي وقرر يهاجم الجسم، فعشان كده هو اكتر في الشباب. ده الدكتور مجدي لسه قال كلمه جميله، لما السن بيكبر المناعه نفسها بتقل، فحده المرض نفسها بتقل بعد شويه. يعني المناعه الزياده والمناعه يعني الاقل هما الاثنين يعملوا مشاكل. المناعه الزياده تعمل المرض بتاعنا ده يبقى المناعه مستقويه على نفسها فبتهاجم روحها. العوامل الجينيه مع العوامل البيئيه سواء فيروسات معينه او نقص فيتامين د او التدخين او الوزن الزياده، كلهم بيجتمعوا بحيث ان الخلايا المناعيه تفتكر الخلايا بتاعتها غريبه عليها فتروح تهاجمها. طب ومن اخطر الحاجات اللي ممكن ام اس مريض الام اس الكلى، الفشل الكلوي. طبعا لان المناعه، فبرضه لازم لازم العلاج يتعرف بسرعه. الفشل الكلوي يعني مش من مش من المشاكل المعقده يعني مش من المخاطر. جمله اخيره من حضراتكم لفكره الاهل بقى، يعني حضرتك تقولي ايه للناس اللي عندهم مريض ام اس؟ طبعا الحمد لله الام اس بالعلاجات الحديثه بيتحسن كويس. أيوة جدا. يعملوا ايه يعني؟ ينتبهوا، يلجأوا للاطباء المتخصصين، يجوا يكشفوا، يتابعوا في المؤسسات اللي فيها تيم وورك عشان ما يفقدوش في السن. دكتور هشام، اللي عنده ام اس ليس مريضا، هو شخص طبيعي عنده مرض لا يعامل وما بنطبطبش عليه ونقعد نحايل عليه، بنعامله زي اي شخص طبيعي، ولكن بندعمه ونقول له دايما خليك نشط، خليك طبيعي، اشتغل 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 واعمل حياتك على قد ما تقدر. الدعم بالتفاعل والحيويه. دكتوره، بالنسبه للاهل الجزء التغذوي اهم حاجه، اعرفوا المريض عنده ايه، بيشتكي منه تعبه، تضغطوش عليه، كميات صغيره بدري، قابلوا حد بيفهم في التغذيه العلاجيه. دكتور مجد، طبعا اهم حاجه المتابعه، يعني الوحدات موجوده على مستوى جمهوريه مصر العربيه، والنفس الطويل لازم العيان بتاع الام اس نتاكد انه لا هو بيجد عليه جديد ولا اشعاعته بتتغير. عشان لو حصل كده احنا هنعلي العلاج بتاعنا. يعني لازم نبقى في المنطقه المستقره الامنه كده. اهم حاجه مش عايزين يعني العيان يغيب ويجي بعد سنتين نلاقي الدنيا اتلخبطت معاه. لازم متابعه. اللي انا فهمته من الحلقتين دول لمريض الام اس، لازم المتابعه ثم المتابعه ثم المتابعه. الحاجه الثانيه اللي فهمتها ان المتابعه مش مع دكتور واحد، المتابعه لازم تبقى من خلال مجموعه من الدكاتره بيشتغلوا مع بعض في عشان خاطر نطلع نتيجه جيده والحياه تبقى بالنسبه لك اسهل. فبشكركم، ميرسي جدا على وجودكم بجد.